المجاريح، المجاريح هم اللي أربعة، الوفيات ثلاثة، ثلاثة الوفيات. ما خابطتهم طيارة، ما خابطتهم طيارة، المعلومات اللي وصلتنا عنهم ما خابطتهم طيارة، مخبوطين قصفته، ما خابطتهم طيارة، خابطتهم ولا مدفعية والله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولجميع من التحق إلينا مؤخرا في القناة. تحية طيبة إلى الجميع. تعمدت في البداية ديال الفيديو نسمعكم هذا التسريب أو هذا التسجيل لأنه الأساس اللي غادي نبني عليه هذه الحلقة. هذا المرتزق في حاله في حال صحابه اللي ماتوا، المرتزقة اللي ماتوا هذه 3 أيام أو 4 أيام، حتى شي حد ما عنده شي فكرة كيفاش القوات المسلحة الملكية اصطادتهم بكل سهولة في حال الكلاب. كيتسائلوا كيفاش جاتهم هاد الضربة، واش من الجو، واش المدفعية، واش الصاروخ، واش قذيفة. اللي كيعرفوا فقط انهم كيتخبطوا قبل حتى ما يفكروا انهم يشوفوا الجدار او يقتربوا من الجدار. وبالمناسبة هادشي راه كيوقع في المنطقة العازلة. والأهمية ديال هذا الموضوع اللي بغيت نتكلم عليه هو التفوق التكنولوجي العسكري للقوات المسلحة الملكية. راه قرتها وعاودتها وغادي نزيد نعاودها. إذا كان شي مرتزق كيتفرج في هذا الفيديو اسمعها مزيان، راه يكفي حنا نشوفوكم بس نصفتوكم بالقبر، أما نتوما ما غاديش تشوفونا. وهذا الفرق بيننا وبينكم وبين حتى الفقاقير. خليونا من داك الشطاحات البهلوانيه اللي كنسميوها المناورات، يخرجوا دبابه تسابق مع الرمل ومع الشجر، ويجيبوا طياره كتقصف بالتقنيات ديال الحرب العالميه الثانيه، ما عندهمش حتى حاضن ديال التهديف بحال الناس، وتجيب شي خبير عسكري يتفرج في هادشي يموت بالضحك. وزيد 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 من الامور. حنا استثمرنا في التكنولوجيا العسكريه لانها الاساس في الحروب الحديثه، وكان بودي نتكلم على التفاصيل كيفاش كيتخبطوا هاد المرتزقة، كيفاش كنصطادعوهم فحال الكلاب. ولكن بعض المعلومات خصها تبقى سرية، خصوصا المعلومات العسكرية ما بغيتش نتحدث فيها بالتفاصيل. ولكن من المهم من هادشي كامل، التكنولوجيا العسكرية اللي استثمرنا فيها عطتنا أعين رصد في الفضاء، عطتنا أعين رصد في السماء، وعطتنا حتى أعين رصد في الأرض. حتى الفقاقير براسهم كل كبيرة وصغيرة عندهم راه كتبان عندنا. عاد من بعد كيجي الوقت باش نختاروا الوسيلة الأفضل كيفاش نصطادوا هاد الكلاب. هما ما كيعرفوش كيفاش كنخبطوهم، كيتسائلوا كيفاش المغاربة كيخبطونا. من بعد حقرونا المغاربة، المرتزقة خصهم يخرجوا واحد المقولة ديال خبطونا المغاربة. ورمع هادشي كامل بالنسبة إلينا راه ما كاينش حرب، هادشي كامل راه مازال غير اللعب. خدامين بمبدأ اللي قرب للصحراء ديالنا غادي تشوى. أما إذا أعلنت القوات المسلحة الملكية شي عملية عسكرية ضد هاد المرتزقة فغير يقراو الفاتحة. هادشي إذا كانوا مسلمين أصلا، أنا لا أعتبرهم مسلمين، يريدون تقسيم الأمة المغربية ويتحدثون عن الإسلام. إذا كانت شي عملية عسكرية راه غادي تكون إبادة ديال المرتزقة. هاد المرتزقة اللي 3 أشهر هما يطبلوا في الكذب والأوهام والبلاغات العسكرية والعمليات العسكرية المضحكة، ومع ذلك الواقع، الواقع كيقول أن الجثث ديالهم، بعض الجثث مازال تتعفن في المنطقة العازلة قرب الجدار. ما قدروش انهم يوصلوا لهذه الجثث يسحبوها، لان اي واحد كيقرب لهذه الجثث حتى هو كيتشوى. وغادي نخصص واحد الفيديو خاص باش نتحدث على خسائر ديال مرتزقة البوليساريو خلال 3 الأشهر الماضية منذ عملية الكركرات في 13 من نوفمبر من العام الماضي. خسائر كبيرة، ما هما ما كانوش كيتوقعوا هادشي، هما براسهم ما كانوش كيتوقعوا هادشي. خسائر فيها قتلة، فيها جرحى، فيها أسرى، كاين أسرى شديناهم. فواحد النهار، غادي نعطيكم مثال، واحد النهار في هاد 3 الأشهر الماضية
شدينا مجموعة كاملة ديال المرتزقة فيها 13 عنصر من مرتزقات البوليساريو، 13 واحد شد في نهار واحد من هذا المرتزقة، هم الآن في القبضة ديال الدرك الملكي، لأن القوات المسلحة الملكية فور كتأسر شي مرتزق كدوزو للدرك الملكي، والدرك الملكي تبارك الله مهلين فيهم، ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك، ما غاديش نتكلم على التفاصيل الحالية. غادي يجي شي حد غادي يقول لي علاش المغرب ما كيتكلمش في هذا الشيء، علاش ما كيعلنش؟ كيف ما قلت لكم، حنا بالنسبه لينا ما كاينش حرب، هادشي غير لعب، بالنسبه لينا غير لعب. اللي قرب كيتشوى، راه قالها جلاله الملك وقالها وزير الخارجيه ناصر بوريطه، اي واحد غادي يقرب غادي يتشوى صافي، بكل بساطه. الشيء الثاني والسبب الثاني علاش المغرب ما كيتحدثش، فقط لاحظوا الهستيريا ديال الاعلام الجزائري كيفاش كيستفزنا حنا المغاربه. علاش كيديروا هذا الاستفزاز هذا؟ باغي المغرب يدير واحد الحركه، يعني يدير واحد عمل سواء عسكري، خصوصا عسكري، نتحدثوا على العمل العسكري، باش انهم يوحدوا الجبهه الداخليه الجزائريه الهشه اللي الان هناك مطالبات بخروج الحراك في 22 من فبراير، كان هناك دعوات كبيرة باش الحراك يرجع. هادشي اللي كيفسر ليه السيريا اللي أصابت الإعلام الجزائري، اللي كيهينوا فيه المقدسات ديال المغاربة وثوابت الشعب المغربي وكيسيئوا للمغاربة. هادشي كامل باش أن المغرب يقوم بواحد ردة الفعل، باش أنهم ينوضوا النظام العسكري، ينوض يقول لك شوف الآية ديال الخارجية والمؤامرة وما إلى ذلك، باش أنهم يلقاو سبب باش يقمعوا الحراك. هادشي المغرب دق والسكات، حاليا دق والسكات، ولكن غادي يجي واحد الوقت، منهم التقارير ديال المينورسو اللي غادي تصدر في نهايه هذه السنه، غادي تفضح كل شيء، غادي تفضح هذا الكلام اللي كنقول انا واش صحيح ولا ماشي صحيح، وغادي تفضح بلاغات الوهميه ديال مرتزقات البوليساريو، وغادي تفضح كل شيء، وغادي يجي الوقت وغادي تشوف هاد الاسرى اللي كتحدث عليهم اللي عندنا ديال مرتزقات البوليساري، وغادي تشوفوهم. ولكن الان كاين الدق والسكات، والحمد لله التكنولوجيا العسكريه اللي استثمرنا فيها بينت على الفاعليه ديالها، وغادي نتحدث عن بعض التفاصيل ديال خسائر المرتزقه خلال 3 الاشهر الماضيه في الفيديو اخر. والى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اراكم في فيديو قادم.